وقت اللي بقلك تقتل حدا بتقتله، بس وقت اللي بقلك جيب واحد بتجيب لي ألف حجة. ايه والله بدك ما تأخذني اسكندر بيك، انا ما درست بمدرسة الدبلوماسية، تارك من الابتدائي، وهي ما بقى منها ببالي غير معلومات الحياة. شو هالخطة اللي بدهم يعملوها؟ علقت على الخطة؟ الزلم اللي ما عنده خطة ما بيقعد هيك مرتاح. ايه سيد اسكندر، عم اقول لك روح من وشه. لما بتكون انت بجهة ميماتي بالجهة التانية، ما حدا بيقدر يوقفني. بعبد الحي اللي بنص عقل خربت الدنيا، بميماتي ما بتعرف شو بقدر ساوي انا. لا لا تفكر اساسا. ليش عم تفكر؟ اصلا التفكير بشد الزلمة على البير. ايه ميماتي، مو مصدق ان رجعت كيف كنت قوي من زمان. انت قله اسكندر ما رح يقابلك لحاله، رح يقابلك مع القوة اللي وراه. والله عم تحكي مزبوط، انت شده من تم البير واترك اللي وراه يوقعه. اذا هي كمان ما بيقبلها، فرجي الصور اللي مصورينها بالمينا وقت تهريب المخدرات. صور شو؟ إذا ميماتي بيتجرأ وبيقلي لا، لآخر عمره ما بيطلع من السجن يا زازا. لا، أنت ما عم تقلي شي، حدا عمل هاي الشغلة. أعطيني ملح. ما في ملح، بيرتفع ضغطك. ماشي، بكرة بدي ارمي الملح من البيت. وانا برميكي كمان. إذا بدك ارميني، شو بتربي علوش بإيد وحدة؟ إذا هذا المجنون لتدخلي لجوا، أنت طلعي لبرا. هذا اسمه حسني، مو مجنون. السلام عليكم أختي، أخوكي بالبيت؟ إيه تفضل. اعملي لنا فنجانين قهوة سادة لنشرب. السلام عليكم، مأكل الهنا. عليكم السلام. أخي، ليش جايين هدول الظلم؟ حتى يطلبوكي، روحي اعملي قهوة. يا كبير، ليش رجعت؟ لنشرب قهوتك. أخي، أنا قلت لإسكندر بيك اللي قلت لي إياه، بس راسه ما كان يندار، وقال لي إذا ميماتي ما بيصدقني يجي ويشوف اللي وراي وعم يدعمني كمان. ودخلك مين اللي وراه؟ الإسرائيليين يلي خطفوا ابني. لك أخي، هذول جماعة لا بيستحوا لا بينعروا، عم يقولوا مبارح بقي مع مبارح. وانت شو بتقول؟ هاي جوارب يشهد، قلت له روح من قدامه. ما قلت له جوار؟ والله قلت خالي. شو هذا الظرف؟ إن شاء الله ما بيلزم. ليك تعرف
أنا أكثر شغلة بكرهها بحياتي هي الوشاية. بس اسكندر بيك بيقول إذا صار ميماتي بيك معي بشؤن. يشحنوا بضاعة بالسفن والمينا تبعي ما هيك؟ هيك عم تقول الصور، ما بحط بزمتي شيء. انت داخل بهالشغلة زازا؟ انت شفتني بالصور شيء؟ وين بدي قابل اسكندر الكبير؟ وين ما بدك انت بتقابله. يسلموا أختي. يسلموا أختي. عن جد رح تلتقي معه؟ رح نلتقي. شو خنقت ولا تفاجأت؟ من شو بدي اتفاجأ خالي؟ هاي مليانة ملح. تشرب سم. شو؟ ما بقيجوا أبداً على هذا البيت. بدي أخذ رأيك بمين بده يجي على بيتي ومين ما بده يجي؟ أنا كمان عايشة هون، طبعاً بدك تأخذ رأيي. وين أنت هلأ كاظم؟ كاظم، روح قول للمعلم ميماتي رايح يقابل اسكندر والإسرائيليين بدون سلاح. أنا قلت لك تعال كاظم، قلت لك قول للمعلم ببقوز ما في معامل قديمة هنيك، إذا بده يجي يجي وإذا ما بده هي خبرته. حطي هاد محله. أخي أنت شو لك شغل مع اللي خطفوا علوش؟ لا تسرسري جولدان، روحي جيبي لي جاكيتي. اسكندر بيك شو رأيك انت؟ يعني اذا عمل ميماتي شي من اوصه؟ طبعا بدك تقوصه لكان شو؟ طبعا من اوصه من اوصه. خالي عم نروح على الموت برجلينا. ابني اذا اسكندر موجود والاسرائيلي موجود والرصاصة ما لقت غيرنا لو انت يا جوهر، وقتها ما عندي شي قوله لإسرائيل. امشي الروح امشي. مراد مين؟ هذا أنا كاظم. أختي وين المعلم؟ ما بعرف عم يتمشى. بس شو صاير؟ لازم شوف المعلم ضروري.
معلم. خلينا نرجع هون ما في حدا. شامة ريحة. ريحة شو؟ في نار شاعلة بمحل. شامة ريحة دخان. تهرب مخدرات من المينا تبعك. شو يعني هاد؟ يعني رح تقضي كل حياتك بالسجن يا ميماتي؟ ليش انت خلصت من السجن حتى تخلصني؟ ميماتي اسمع، شغلتكم كلها كليين بودرة، اكيد بطريقة من الطرق البودرة بتطير. انا شغلتي تحريك صخور الدولة من محلاتها، يا إما بدي أعفس حدا تحت هاي الصخرة أو أنا أنعفس تحتها. أنت بالأول اطلع من تحت الصخر بعدين منلتقي.
اسكندر الكبير مو تحت الصخر، نحن اللي طالعناه من هنيك. اذا انت بتصير معنا بتكون انت وسلالتك لاخر عمركن عايشين مع القوة، وما حدا رح يقدر يهزمكن ابدا. فكر منيح اخي. ما بعرف عن سلالتك شي، بس مصاري هدول وعقل اسكندر بيك ودراعي انا ودراعك انت، اذا صاروا مع بعض بتصير القوة إلنا والدولة إلنا والمصاري إلنا والشهرة إلنا. شو قلت؟ ولك بماتي، ولك بماتي، شو لك شغل هون؟ عم قلك بتنقذ الإنسانية، ليش ساكت؟ أنا بدي ضمانة. شو بدي أكتب لك سند هون يعني؟ ليش شو عطاك مراد على مدار ضمانة؟ وين؟ هاتا؟ ما في. باللحظات الصعبة ما حدا بفيدك، هذا اللي عندي. حلال عليك معلم. معلم اي معلم اخي عابد، وين المعلم؟ معلم المعلم مراد مو هون. مين اللي قوص معناتها؟ انا معلم. المعلم بعتك؟ لا اخي. شوي هاي السيارة، جيب السيارة لهون، ما عم بقدر اتنفس بنوب بسرعة. جوار ليش واقف؟ لك اتحرك شباب. حاضر. انت عم تشتغل من راسك؟ معلم جماعة الشباب، اذا المعلم مراد مو هون
ليش حتى ما ناخذ بتارنا؟ لسا امبارح اجيت، اليوم ملاحق التار. شلون عرفت انهم هون؟ انا لحقتك معلم. زلمت مين ولا لمين عم تشتغل؟ زلمت مين انت؟ لا هي مخابرات عم تشتغل. انا ما بشتغل لحدا. انت ما بتشتغل لحدا، بس انا بشتغل لعزرائيل. يضرب حظي. اللي مين هدول؟ الإسرائيليين اجوا لحتى ياخذوا معلمهم. معناتها انت كمان هلا يجي معلمك وياخدك من ايدي. انا بشتغل للختيارية. روح قول للختيارية تبعك بدل ما يحطوا رجال وراي يروحوا ينقذوا زلمتهم من صيد السمك. المرة الجاية بضغط على زناد يا عابد وبكون اخر ختيار بتشوفه. سيد مراد ما اجى لهون ابدا. اذا مراد ما اجى حضرتك شو عم تعملي هون؟ خبي احكي لشوف. عفوا مدام، يعني شو بدي خبي؟ هلا انا صار لازم روح، بدي فتش البيت. ممكن اعرف باي حق؟ بعتذر كثير اني طلعت قدامك هيك مدام ابرو. يمكن ما تصدقي بس صار عندي حالة عشق صاعقة. بعرفكن، حبيبتي نايا. وشو هالصدفة؟ ما لقيتوا غير هالمحل؟ صدفة فظيعة طبعاً. لما منعمل شغلة بالسر بتصير هيك مصادفات. انت شو لك شغل هون اخي؟ انت مالك معلم وعندك مسؤوليات قدامه؟ مدام ابرو، اذا بطلب من حضرتك انك ما تبلغي سيد مراد باللي شفتيه يمكن يكون عم بطلب كتير.
لأنه بتعرفي ما صار لي كتير فائد لأنسي أوسو. بعدين يمكن ما يرضى بهيك علاقة مشان الشغل. يا ريت ما تخبري. وين كنتي إبرو؟ من كم ساعة عم دور عليك؟ أنت وين كنت؟ عم تمشى. كاظم أنت شو عم تعمل هون؟ معلم، المعلم ميماتي راح يقابل اسكندر والإسرائيليين بدون سلاح. قال قول المعلم يجي وينقذني وإلا راح يقتلوني. طيب من أمتى راح؟ صار له ساعة معلم. معناتها اللي صار صار يا كاظم، ما عاد في شيء نعمل. روح انت تصبح على خير. وانت بخير معلم. عندك خبر عن تركي؟ خبر شو؟ سيد تركي موجود هون. خلص ماني فاضي لحدا. شوي تانية كانت اجت بالعمود الفقري. لا تحكي على الفاضي يا دكتور. أنا أصلاً قلبي اللي انجرح. إن شاء الله معافى. يعني أنت بتقول مراد هو اللي عمله؟ ها؟ مين اللي بده يعملها غيره يعني؟ الزلمة سكر الدكان وراح، وانت لهلأ بتقول مراد هو اللي عملها. ما حدا بيسترجي يعملها غير مراد. لو مراد عملها كان قوصك بالأول، ليش ليقوص الأصلع؟ قوص الأصلع؟ ايه؟ وقوصني إلي؟ ايه؟ عم بسألك ليش ما قوصك إلك يا زازا؟ لا تهتم بمين قوص هو بالأول. روح وعرف لي مين اللي قوص. المعلم ما كان بالبيت، ورحت أنا ومرت المعلم على محل هنيك. كان السيد تركي وحبيبته. لا تقلي قالوا إلنا كاظم. عم بسأل ليش ما راح مراد على مدار. بعدين رجعنا على البيت، كان عم يقرأ كتاب. قال بعد هالوقت صار اللي صار يا كاظم وصرفني. الشاب اللي جابه مبارح بيلحقنا لينقذ حياتنا، وهو ما بيجي. ما هيك المعلم، ما لازم نتصرف بعاطفة. روح قول هالحكي لمعلمك مراد، هو ما يتصرف بعاطفة.
تفضل سيدي. مراد موجود بهالشغلة؟ لا سيدي، مراد على مدار أثناء الحادث كان ببيته. معناتها مين عملها؟ سيدي شخص اسمه عابد. اللي وهي ضمن معلومات مراد ولا لا؟ ما في له أي مكالمة مع مراد، وما عندنا أي دليل إنه في تماس بين عابد ومراد سيدي. معناها منترك أصدقائنا الإسرائيليين يعملوا اللي بدهم إياه، هن بيعرفوا إذا مراد على مدار ورا زلمته ولا لا. ادخل. ايه؟ سألت جماعتك كيف صارت الحادثة؟ قالوا لي مراد ما إله أي علاقة بالشغلة، في واحد من جماعته هو عملها. شو كان اسمه يا زازا؟ وانت مصدق هذا الحكي؟ أنا مو قلت لك بعيد من قدام البير ما بعدت، وهلأ عم تسألني إلي؟ يعني ولد استفاد من الوضع كله وعمل لحاله مهمة، وقعد يقوص علينا كلنا بقناصة، ما هيك؟ اسكندر بيك، وقت اللي بتقول بدي دير الدولة عم تاخد مهمة من حدا ما؟ ولا عم تستفيد من الوضع لتعمل مهمة؟ شوف إبراهيم فليد، قل له ميماتي صار له خبر بكل شيء، خليه يدخلوا معه بشغلة البودرة، وإلا ميماتي بيساوي بودرة. يا اسكندر بيك عم قلك ما بدي أحكي ما بدي أحكي، بس مو ظابطة معي النوب. شوف ميماتي أوس الأصلع صار معادي للسابية. ولك شو هي معادي للسابية؟ كهدول اللي ما بيحبوا إسرائيل، شو بتقول عنهم إسرائيل؟ إيه هلأ صار خصمون إلهم. لك أخي اترك ميماتي لاقي بلوته مع الإسرائيليين، نحن ليش عم نتدخل؟ إذا مراد ما دخلوا بهالشغلة هي، أنا ما رح أترك ميماتي لحدا أبدا، هو لازمني. إن شاء الله دايمة صحة وهنا. أنا رح أطلع. لوين؟ عالسمك. إذا مشتهي عشي تاني بروح بجيب. لا ما سألتك مشان هيك. الكتاب حلو؟ حلو كتير، بس خلصته بعطيك إياه تقريه. أوكي. Thank you.
في شي؟ لا، بدي أقعد معك. الحقيقة لما عم أقعد لوحدي عم ارتاح شوي. قلت لك إنه سأل عنك تركي ما اهتميت. مشان هيك قلبي وشك؟ حقك علي، شو قال تركي؟ المهم شو عمل مو شو قال. الزلمة عامل بيت خاص لصاحبي عبعد خطوتين منه وانت مالك خبر. ليش؟ بيت صاحبي؟ تركي، تركي، قلتي لي مين كان معه؟ الدكتورة اللي كنت ماسك إيدها. حبيبتي أنا ما مسكت إيد أي حدا. معناها الدكتورة اللي كانت ماسكة إيدك. طالما عم تقولي المرأة حبيبة تركي، أنت ليش غيرانة؟ ليش لغار؟ أنا بس عم حاول أفهم. بتصل بتركي وبخليه يشرح لك. خلص مراد، أنا تراجعت، حبيت أعرف إذا إلك خبر ولا لا. طلع ما معك خبر، عرفت اللي بدي أعرفه. يلا نرجع. لا لا، بدي تركي يجي، أنا صار بدي أعرف. إذا أنا أخذت عابد، ميماتي ما ممكن يتعاون معي. لا بيتعاون، أنت خليه ينحصر أكتر لحتى يقعد معك على البازار. خود عابد وخود عمران، والأصح اتركن أنت وخلي الشرطة تأخذهم، وأنت عند اللزوم أنقذهم. والإسرائيليين؟ شو نسيت أنه هنا اللي كانوا قاعدين على البازار مع ميماتي مبارح؟ وبكره هني رح يعدوا كمان، لهيك بدي اياك تستعجل شوي. ماشي. انتو جنيتوا؟ تلعبوا هيك ببساطة من ورا الزلمة؟ بعدين بتقولوا للزلمة شوف شو نحن عملنا من وراك؟ عم بحكي عن ميماتي، مو حي الله واحد بتعرفوه؟ بقي وحده، بقي وحده. وشو ما قلتو؟ عم يتحمل. معناها روح قله. لك إذا أنا قلت له إبراهيم عم يشتغل هاي الشغلة. أكلت هوا منيح أخي. شو عم نبيع نجاز زارعينه ببستاننا؟ بتقول لهاد وبتقول لهداك؟ شو بده يقول بدري عن هاي الشغلة؟ واللي ورا بدري شو بدهن يقولوا؟ إبراهيم، الكل مجتمعين حوالين بير، إذا وقع واحد منا منوقع الكل ورا، إما منشد ميماتي ومنطلعه من البير أو سلامة راسكن. زعزع، الخطة اللي عم تعملها أنت واسكندر خطة غلط. تسمع الجوهري؟ إبراهيم ما بيحبني. بكرة أو اللي بعده بالكتير خالي أكيد رح يحبك. ها، عم تقول بنته ما بيحب غير بنته؟ وإمتى رح تيجي من بلاد برا؟ عندي بهالدنيا بنتي اللي بحبها، الكل بيستخدمها ضدي. شي يوم بدكن تطيروا لي عقلي، بالأول بخنقها وبعدين بخنقكن. هاي شو رأيك جوهر؟ بيعمل اللي قلنا له عليه؟ الدب بيخنق بنته خالي؟ طبعاً بيعمل.